أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة طبعا الكابتن الكبير ربيع ياسين قائمة المعسكر أو قائمة الفريق لمعسكر أغسطس اللي جاي إن شاء الله لتصفيات أفريقيا في موريتانيا. القائمة طبعا ضمت 17 لاعب، دي قائمة كبيرة حطها الكابتن ربيع، ضمت 17 لاعب. اللي يهمنا كام واحد من النادي الأهلي موجود، أعتقد في 4 لعيبة. وخلي بالك يعني عندنا مجموعة صعبة جدا، عندنا منتخب تونس وليبيا والمغرب والجزائر مع مجموعة مصر، دي مجموعة قوية جدا. المعسكر إن شاء الله سهام هيبدأ يوم 5 أغسطس وفي الملعب الفرعي لاستاد القاهرة. والكابتن ربيع ياسين اختار 17 لعيب نقولهم سريعا جدا: حمزة علاء، محمد المغربي، محمد أشرف، ومحمد سكري من النادي الأهلي، دول 4 من النادي الأهلي، والسيد عطية من الزمالك، ومحمد السيد سيحة من المقاولين، وسيف الدين وعلي من نادي مصر، كريم جمال من نادي المقصة، وعلاء محمد من نادي الإسماعيلي، زياد فرج من المصري، ومحمود عبد المحسن من نادي المستقبل، وصلاح الدين مصطفى وريتشارد مصطفى، دول محترفين في نادي أودينيزي الإيطالي. كابتن ربيع بيضمهم في المعسكر دوت عشان يطمئنوا ويشوف حالتهم إيه. وتم الاتفاق على إجراءات مسحة كورونا لجميع اللاعبين المختارين للمعسكر قبليها ب 48 ساعة. بيطمن كابتن ربيع على صحة اللاعبين واتباع طبعا كل الإجراءات الاحترازية الخاصة بهذا الفيروس وهذا البواء. توجد يعني كمان في على المستوى التنظيمي ان كل لاعب، ان احنا متعودين لما بننزل معسكرات كل 2 بيقعدوا في اوضه، لكن طبعا كل لاعب هيلتزم في اوضه بمفرده، دي اجراءات وقائيه ان شاء الله، وكل الناس تكون بخير. وكمان نتمنى التوفيق لكابتن ربيع ياسين اللي عمل شكل اكتر من رائع على مستويات المنتخبات، ان شاء الله بالتوفيق لكابتن ابن النادي الاهلي الكابتن ربيع ياسين ان شاء الله. طيب من الاخبار